السلام عليكم خوتي، تحياتي كل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، بلا ما ننسى خوتنا اللي في الغربة. موضوع اليوم حبيت نرجع على التهميش نتاع غوارديولا للاعب الجزائري رياض محرز والتهميش المتعمد. حبيت نتكلم خلاص على محرز، حبيت نلم الموضوع ونجيب بعض الأدلة ولم الموضوع، وخاصة بعد مقابلة الأخيرة ضد بورنموث باش توضح الصورة مليح وتبان الصورة للعيان وتبان الصورة للجميع. أنا نجيبها من قبل بعام، أول مقابلة لمان سيتي كانت ضد أرسنال في أوت 2018، من ثم بدأت الحكاية. ندلكم الحكاية من الأول، مقابلة اللي لعب فيها محرز ضد أرسنال ودار مقابلة من أحسن ما يكون. اللي يحب يرجع يشوف ملخص المقابلة يعرف محرز وش دار، ولاعب جديد في نادي مانشستر سيتي، كان مستخدم جديد، دار مقابلة من أحسن ما يكون. دقيقة 57-58 خرج محرز ودخل دي براين، وكانت علامات الغضب على وجه رياض محرز. مش نتفكر مليح، وراح له بنجامان مندي يهدي في أعصابه ويهدي فيه، رغم أنه ما دار ولا حادثة، ما تشاجر معاه مدرب، ما دار مشكلة، ما ولو خرج غضبان لأنه كان دير مقابلة كبيرة، دير مقابلة كبيرة وخرج في دقيقة 58. الحادثة هذه رجعتنا الحادثة أخرى سابقة لدي براين في نصف الموسم العام اللي فات، دار نفس الحادثة بعد إصابة اللي صارت له، بعد رجع دار حادثة هذه خرجوا دقيقة 65 ولا 64، خرجوا غوارديولا في مقابلة تاع الكارلين كاب ولا كأس الرابطة، ولا دار حس كبير وعيط وخرج يخبط ويدير، رغم انه محرز غاضب بصح ما غضبش يعني الطريقة اللي غضب بها دي بروين. هذه دي بروين فوتوها. الحادثة اللي قتلهم أسكتوا، الحادثة اللي قتلهم أسكتوا هي حادثة أغويرو. أغويرو دار خطأ كبير أنه ما دافعش في مقابلة توتنهام وجا الهدف من جهته هو ولا بسببه هو، أمور هذه عادي. بعد خرج من غيره غوارديولا في دقيقة نسيت والله في الستينات ولا في السبعينات 65 ولا واش كان، تشاجر مع المدرب وتلاسر معه في الكلام. نعم تلاسر معه في الكلام، وبعد المقابلة راح لغوارديولا يعنق فيه، والمقابلة اللي بعدها مع بورنموث المفروض ما يلعبش غوارديولا، عفوا ما يلعبش أغويرو، لعب أساسي. نورمالمو الصورة تكشفت واضحة، بصح نزيدو نوضحو لكم معليش. قلنا أغويرو تقابض معاه، تعارك مع غوارديولا وتلسن معاه في الكلام، ومن بعدها غوارديولا راح له يعلق فيه، ومن بعدها المقابلة اللي بعدها تاع بورنموث لعب أساسي أغويرو. نروحو لكم الحاجة أخرى، نهضرو بالأدلة، اللي يحب يتأكد يتأكد فيها حتى مشكل. قلنا رياض محرز المقابلة الأولى مع أرسنال لعب 58 دقيقة وخرج غضبان، معليش. ورودري اللي جابوا هذا أغويرو، أجابوا عفوا غوارديولا من أتلتيكو مدريد، لاعب إسباني، اللعب أول مقابلة أساسي كأس الدرع الخيرية، اللعب ثاني مقابلة أكثر من 80 دقيقة ولا 85 دقيقة أساسي مع ضد وستهام، واصل ثاني لعب أساسي. ورودري هذا إسبانيولي، نقول وسيدي معنش حسن نية. نروحوا لحاجة أخرى، قضية مقابلة برايتون اللي تألق فيها محرز وبين باللي لاعب من الطراز العالي. اللي نعطيكم النوايا، نقرأ شوية نوايا. لعب رياض محرز قبل مقابلة برايتون حوالي 10 مقابلات، ما لعبش، نقولوا 10، لا ما عادش كثر، نقولوا غير 10. كيف لأي مدرب في العالم، في العالم لاعب اللي ما لعبش عنده أكثر من 10 مقابلات وهو في البنك في الاحتياط، يديروا في مقابلة مصيرية تتعادل سيتي
تروح للبطولة ليفربول، تخسر السيتي تروح البطولة ليفربول، يعني لازم تربح السيتي بأي طريقة، مقابلة مصيرية، مقابلة الموسم آخر مقابلة. شوفوا واش دار غوارديولا، لعب هذا رياض محرز ما لعبش أكثر من 10 مقابلات، لعبوا في المقابلة هذه أساس. واش معناها؟ معناها يا محرز أنا حب نحيك من ليكيب نتاع السيتي باش نحطمك ونكسرك، نحطك في امتحان أصعب امتحان ونشوفوك ترى وش تدير. الناس اللي تقول راك تخرط وكيفاش غوارديولا يجيب لاعب بسبعين مليون وما يديرش فيه الثقة، راك غير تخرط. كان الأدلة يا توري وش قال؟ قال باللي رياض محرز راح يعاني من العنصرية كما عانيت أنا منها، وقالها إيطو أيضا وهاجم غوارديولا. يا توري وش قال؟ قال باللي راهو رياض محرز راح يجيبوه باش يكون حافز للسيرلينغ باش يزيد يخدم، وباش يجيبوه أيضا لبرناردو سيلفا والجماعة، وباش أيضا رياض محرز يلعب المقابلات الثانوية، المقابلات الضعيفة ولا نتاع كأس الرابطة، وكيعود عندهم لا شارج السيسي تلعب على عديد من الجبهات، البطولة، الدوري الإنجليزي، الشامبيونز ليغ، دوري أبطال أوروبا، كأس الرابطة الإنجليزية، كأس إنجلترا، يعني العديد من الجبهات. لازم الفريق يرتاح شوية، باش يرتاح يلعبوا محرز في كأس الرابطة، في كأس إنجلترا، واللاعبين الآخرين يرتاحوا. هذا يا توري، وبالفعل كلام صحيح. نروحوا للدوري الانجليزي الموسم هذا 2019-2020، باش نحكوا كل واحد نعطوا حقه، مش قضية غير هضرة ولا تخريف ولا غير نضحكوا على الناس ولا غير نهضروا ولا نهضروا بالعاطفة ولا حنا صح نحبوا رياض محرز ونحبوا ولد بلادنا، بس نحكوا كمنطق. اللاعب اللي ساهم في خمس أهداف، يساهم في خمس أهداف ويتسبب في ضربة جزاء ويمد دو اسيست وضيع الفرص والفريق نتاعو فاز بالخمسة، وخمس اهداف كانت متسبب فيها هو، نلقاوها المقابلة الثانية يلعب 9 دقائق والمقابلة الثالثة يلعب 9 دقائق، وين منطق يقبلها العقل؟ وين منطق راه يمشي به غوارديولا؟ كي نقول لكم انا قضية راهي قلتها من العام اللي فات، وكنت نوعا ما محبيش نزيد نعمق الجرح كبير، محبيش نزيد نعمق الجرح ياسر، بصح نهضرها. غوارديولا يكره الأفارقة، يكره الأفارقة، هذه ما يقدر ينحيها لي حتى واحد، لا تجيبوا 70 مليون ولا تجيبوا 200 مليون أورو. يكره الأفارقة. علاش جاب رياض محرز؟ قلت نعاود جابوا كبديل للسيرلينغ وكمساعد لي يعاون باش يقدر يزيد يطلع على النيفو نتاعو السيرلينغ وبرناردو سيلفا ودي بروين. غوارديولا أغويرو تشاجر مع غوارديولا لقى روحه أساسي، دي بروين تشاجر مع غوارديولا لقى روحه أساسي، رياض محرز ما تشاجر ما والو لقى روحه احتياطي، ساهم في خمس أهداف لقى روحه احتياطي. نزيد نروح لكم من حاجة أخرى، رياض محرز بطل إفريقيا، والسيرلينغ بطل ماذا؟ أسكو إنجلترا دات كأس أوروبا؟ أسكو إنجلترا دات كأس العالم؟ ما كانش. هذه هي باش نعطوها برك باش تعرفوا موازين كيفاش راهي تمشي. إذن باش نتفاهموا خاوتي، رياض محرز قال هالو مهدي مدحي الحسن وعنده ألف حق، ليجب تغيير الأجواء، يجب تغيير الأجواء، أخرج من الدوري الإنجليزي، سوق الانتقالات ميركاتو صيفي انتهى، بقى الإسباني والإيطالي والألماني، إلا باغي تروح لألمانيا روح، إلا باغي تروح لإسبانيا روح، وإلا باغي تروح لإيطاليا روح. وقالها مدحي الحسن، انصح رياض محرز وقال له لازم تغيير الأجواء، غوارديولا راهم دايروا كبديل ولا كيريح باش يريح اللاعبين كامل. هذه القضية ما فيها، بس نسفهم بلي رياض محرز بين المرة هذه وصفع
اي واحد يشك في قدراته. وصفع ايضا مام غوارديولا وبين له باللي راه لاعب من الطراز الرفيع ولاعب كبير، لاعب لسان في 5 اهداف منها زوز اسيست وضربه جزاء، هذا ما بقاش هضره، هذا لاعب من الطراز العالي. تبقى حقد وكراهيه ضد اللاعبين الافارقه، يجب اذا تغيير الاجواء ويجب الخروج من مان سيتي والذهاب الى اي فريق اسباني ولا الماني ولا ايطالي من الفرق اللي تلعب في الشامبيونز ليغ. اذا بقى هكا رياض محرز راح يضر، لان غوارديولا فلسفه واضحه، البنك وثم البنك وثم البنك، والاحتياط لكل لاعب افريقي. الله غالب. في الاخير خوتي ملاقاتنا مع مازمنا فيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.